تشير تقديرات علماء الفلك إلى أن القطر المرئي من الكون يزيد عن 90 مليار سنة ضوئية، أي أكثر من 500 تريليون مليار ميل من طرف الكون إلى الطرف الآخر. إن الكون يتضمن على الأقل 170 مليار مجرة، يفوق عدد نجومها ومجراتها حبات الرمل على شواطئ العالم كلها. ووسط هذا المحيط الكوني يقع جسم من ماء وصخور يضم أكثر من 8 ملايين نوع من الكائنات الحية. هذا الواقع أوحى بتخمينات لا متناهية ونظريات لا تعد ولا تحصى وسؤال محير جدا. ما كانت احتمالات أن تبزغ حياة على الكوكب الثالث من شمس تسير في حركة مدارية داخل ذراع حلزونية في مجرة درب التبة؟ أبكل بساطة حالفنا الحظ؟ أم كان ثمة شيء آخر يضاف إلى مجرد الصدفة المحض والتفاعلات بين المادة والطاقة؟ قاطني الأرض البشريين نعتبر الحياة من المسلمات، كيف لا نفعل ونحن غارقون في الوفرة؟ إن مناخنا وجغرافيتنا يدعمان محيطا حيويا قد يكون فريدا من نوعه في الكون، ويكاد لا يكون هناك مكان لا تزدهر فيه الكائنات الحية لشدة حرارته أو برودته أو بعده عن سائر أشكال الحياة. وسط هذا التنوع المذهل، لعل أكبر تحد واجهه العلم يوماً يتردد صداه من كل حشرة وشجرة سكويا وحوت. كيف أبصرت الحياة الأولى النور في وقت لم يكن فيه حياة من أي نوع؟ كيف بدأت الحياة على الأرض؟ من أين نبدأ؟ هناك عشرات النظريات، ومعها ذلك التنوع المربك من وجهات النظر التي يتناقض بعضها بعضا. بداية، لكي نشرع بحل اللغز علينا أن نقدم فرضيات تشرح ما حصل في الماضي البعيد. ما من دليل مباشر لأن أحدا لم يكن حاضرا ليشهد على الحدث، ولا أحفوريات من ذلك الزمن. ما لا نراه أبدا أبدا هو كيميائيات غير حية تشكل خلية، لذا بمعنى آخر لدينا حقل اختبار. الحدث المهم فيه سبق له أن حدث. إن التاريخ الأساسي عن نشأة الأرض هو حكاية سردية غير مكتملة. مع ذلك، على الرغم من غياب الدليل الحسي، معظم العلماء يعتقدون أن الحياة بدأت عندما بثت الطاقة مادة غير حية في محيطات الكوكب وقشرته وفضائه، ومنها تشكل حجر الأساس لأول خلية متكاثرة ذاتيا. عندما يتعلق الأمر بأصل الحياة، القاعدة تقول، وهذا ليس العلم بحد ذاته بل الفلسفة التي تحكمه، القاعدة تقول إننا كي نحل المشكلة يكفي أن نستخدم المادة والطاقة والقانون الطبيعي، كل ما في الطبيعة من عدم انتظام وعمل الصدفة، إلا أن هذا يرهق صندوق العدة. ما لا يسمح استخدامه بحسب القوانين، ما يسمى بقوانين العلم، هو العقل والذكاء فقط. إن كان لابد من إطلاق تسمية على هذا الموقع، فما من اسم أفضل من المادية العلمية. إنها فلسفة تفيد بأن التفسير المقبول الوحيد يجب أن ينطلق من المادة والطاقة،
إن لم تحل المشكلة بواسطة هاتين الأداتين فلا يحق لك تغيير القوانين. إذن انطلاقا من هذا المنظور، كيف نشأت الحياة بواسطة المادة والطاقة وحدهما؟ الآن حاولوا حل اللغز. كيف تبني خلية؟ ما من حياة وجدت على الأرض إلا وكانت مكونة من خلايا، والخيوط التي توصل إلى أصلها محاكة في شبكة من الآلات الجزيئية. إن الآليات الإحيائية المركبة المسجونة داخل خلية حديثة حقيقية النواة تنجز عملها وهي معلقة في السائل. كل من تلك الآليات هي معدومة الحياة، لكن معا تعزز النمو والحركة والاستقلاب والتكاثر، أي وظائف الحياة الحيوية. كل مكون من هذا المصنع الخلوي مصنوع من جزيئات مركبة كبيرة، وأكثرها عددا البروتينات. والبروتينات المتعددة الوظيفة هي مصممة لكشف معلومات جينية ونقلها في حبل من الحمض النووي، وإطلاق تفاعلات كيميائية بأشكالها التي تشبه اليد في القفاز، وكذلك التحكم بمرور الشوارد والمغذيات من خلال غشاء الخلية، ونقل حاويات مليئة بحمولات على ثقالات. هي أيضاً مكونة من بروتينات تتجمع تلقائياً وتمتد إلى حيث ثمة حاجة إليها في الخلية. إن خلية الدم الأحمر مكبرة 500 ألف مرة تحتوي على 280 مليون بروتين هيموغلوبين، كل واحدة منها مصممة لنقل الأكسجين. عند عزل واحدة منها نكتشف أن كل بروتين مكون من مئات الجزيئات الصغيرة المسمات أحماضاً أمينية، 20 نوعاً مختلفاً من الأحماض النووية تم العثور عليها في الكائنات الحية. البنية الكيميائية المتميزة لكل جزيء تتيح تكون أكثر من 100 ألف نوع مختلف من البروتينات، ويبدأ البناء عندما تنتظم أحماض أمينية مختارة في سلسلة. إنها عملية تشبه ترتيب أحرف الأبجدية في كلمات وجمل ذات معنى. وإذا كانت أحجار البناء الفردية تلك موزعة بشكل صحيح، فإن السلسلة تؤدي إلى بروتين مجهز بالكامل لتأدية وظيفته داخل الخلية. لكن في حال توزعت الأحماض الأمينية في ترتيب غير صحيح، فإن السلسلة لن تتركب، وفي النهاية ستدمر. أبسط خلية حية تحتوي على الأقل على 300 نوع مختلف من البروتينات، وعلى الآلية الإحيائية اللازمة للنمو والتكاثر وتحويل الطاقة وتخزين معلومات جينية وتعديلها وحماية محتواها من العالم الخارجي. هذه المكونات والوظائف كانت لازمة هي أيضاً في أول خلية حية. والآن لنطبق هذه الصيغة الكيميائية الأساسية على نظرية مألوفة عن أصل الحياة. لطالما تحدث العلماء عن محيطات بدائية مليئة بالأحماض النووية الطافية فيها كعربات الملاهي. ربما بعض هذه الاصطدامات العشوائية أنتجت سلسلة طويلة بما يكفي لتكون بروتيناً. ولاحقاً اتصلت أحماض أمينية أخرى لتشكل سلاسل أخرى أدت إلى مزيد من البروتينات، وبالتوازي جزيئات مركبة أخرى بما تحتوي عليه من أحماض نووية ودهون وسكريات تجمعت وشكلت مكونات أساسية. ثم بلا سابق تصور وتصميم، التركيبة الصحيحة من الجزيئات وبشكل من الأشكال اتصلت بعضها ببعض في طبق الحساء الكيميائي هذا لتشكل غشاء ضم كل الآلات اللازمة لتشكيل خلية متناسخة ذاتيا. وها هي حياة نشأت من مادة غير حية. كل شيء يبدو منطقيا. المشكلة هي أن على كوكب الأرض في بادئ الزمان كانت التعقيدات الداخلية اللازمة للبقاء على قيد الحياة كثيرة جداً،
لأن الحياة كما نعرفها تتميز بآلات جزيئية كثيرة جدا، وإذا انتزعنا تلك الأداة الأساسية ينتفي وجود الخلية، والسبب أن ثمة حدا أدنى للبساطة من أجل استمرار الوجود، كل ما دونه يعني الموت. أحيانا نسمع انتقادا، لا يمكن أن نأخذ الخلية حسب علم الأحياء اليوم ونطابقها مع الماضي، فالخلية الأولى كيفما كانت كانت أبسط بكثير مما نراه اليوم. حسنا، يمكن أن أتبنى هذه الفرضية. صف الخلية الأولى. إن أردت أن تكون الخلية الأولى تحتاج إلى سياج، غشاء يحميك من البيئة المحيطة. على هذا الغشاء أن يسمح انتقائياً بعبور مغذيات معينة ومواد خام ضرورية للوقود والطاقة، كما أنك ستخزن كميات هائلة من المعلومات الجينية في حبال الحمض النووي الملتفة. هذه التعليمات المفصلة للحياة يتم نقلها بدقة بالغة، ثم في مصانع تسمى الريبوزوم تنقل هذه المعلومات إلى سلاسل من الأحماض الأمينية والبروتينات. أخيراً أصبحت مزوداً بكل ما يلزم لاستيلاد أجيال جديدة من الخلايا. هذه الوظائف الأساسية تؤديها كل الأشياء الحية، إنها سمات تشخيصية لما يعنيه أن يكون الكائن حياً. لذا أكانت خلية بسيطة أي من الماضي أم خلية أكثر تعقيداً اليوم؟ هذا لا يهم، عليك أن تؤدي هذه المهام. يؤمن معظم الكيميائيين مثلي أن الحياة بدأت على الأرض تلقائياً من مزيج من الجزيئات في عصر ما قبل الأحياء. كيف؟ ليس لدي أدنى فكرة. على الرغم من حواجز مرعبة، مفهوم أن عناصر كيميائية أساسية رتبت نفسها في خلية حية تم اقتراحه من 150 عاماً على الأقل. عام 1871 كتب تشارلز داروين بحثاً وصف فيه بركة دافئة صغيرة تحتوي على كل المواد الكيميائية المناسبة لخلق حياة. بعد نصف قرن، العالم البيوكيميائي الروسي ألكسندر أوبارين توسع في أفكار داروين، وفي كتابه The Origin of Life وضع نظريات حول حساء بدائي وتطوره التدريجي من كيمياء بسيطة إلى خلية حية. ثم عام 1952 وضعت فرضيته قيد الاختبار. ستانلي ميلر، تلميذ متخرج من جامعة شيكاغو، صمم على تحديد ما إذا كانت الكيمياء البسيطة تستطيع إنتاج حجر زاوية للحياة. فصنع ذلك العالم الشاب وعاءً زجاجياً لمحاكاة دورة الحياة الماضية، وملأها بمزيج من الغازات التي كان يعتقد أنها تضم فضاء الأرض البدائية. سخن ميلر المكونات، ثم حمل الغازات بشعب الصاعقة، وهي شرارات كهربائية لتحفيز ردة فعل. في غضون أيام تشكل راسب طيني يشبه القطران في الوعاء الزجاجي. فيه تمكن ميلر من تحديد 24 حمضاً نووياً موجودة في البروتينات. لأول مرة تحت ظروف طبيعية مفترضة تم توليد جزيئات أساسية لتكون الحياة من المادة والطاقة. كان هناك حماس كبير رافق نشر اختبار ميلر، لأنه بدا من السهل جداً الحصول على أحجار الزاوية للأشياء الحية، وإذا كان هذا الأمر صحيحاً حقاً فربما لم يكن من الصعب جداً الانتقال من تلك الكيميائيات إلى الخلايا الحية الأولى. اختبار ستانلي ميلر الذي حقق نجاحاً كبيراً في موقعه تبين لاحقاً أن أخطاء كثيرة تشوبه لأنه لم يستخدم الغازات الصحيحة، فهو أهمل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والأكسجين، غازات كان يمكن أن تدمر جزيئات لازمة للحياة على الأرض في بدايتها. ولكن على الرغم من تلك الأخطاء، عمل ميلر أوحى بمحاولات أخرى لخلق ظروف ما قبل الحياة. اليوم
بعد عقود من التحقيقات خبا كل أمل في التوصل إلى حل واضح وسريع. مع ذلك البحث عن أصل الحياة مستمر في كل العالم. أما فرضيته الجوهرية التي تتلخص بانبثاق الحياة من كيمياء طبيعية فتعرف بالتطور الكيميائي. إن فرضية التطور الكيميائي تأتي مع حمولة كبيرة، ومن أراد أن يتبنى هذه الفرضية جدياً كتفسير لأصل الحياة عليه كذلك أن يتبنى بجدية تامة بعض أهم خصائص علم الأحياء الأساسية. الجزيئات المرتبطة بالحياة لا تتمتع بأي ذكاء ولا بصيرة ولا تعلم ما عليها فعله بالضبط تالياً، وذلك كي تتجمع بالتالي في كيمياء عضوية. إن وضعت أحماضاً نووية في أنبوب في مختبري وأضفت إليه الحرارة وحركته جيداً وظللت أفعل ذلك لمئة عام أو ألف عام أو عشرة ألاف عام أو مليون عام لن يحدث أي شيء. الأحماض الأمينية والنيكليوتيدات والدهون في حد ذاتها لا تمثل الحياة، إنها عادية الحركة، إنها لا تتكاثر ولا تخزن المعلومات، بمعنى آخر إنها غبية. لم تستفق صبيحة ذات يوم وتقول هاي لنجتمع ونصنع خلية يمكن لها أن تنسخ نفسها، لم يحدث. الكيمياء لا تبالي أبدا إذا ما كان شيء ما حيا أم ميتا. الانتقاء الطبيعي لن يشتغل ليصنع الخلية الأولى، لأنه لا يمكن أن يشتغل على أي شيء ما لم يمتلك القدرة على توارث أو مراقبة التغيير، ومن ثم انتقاء أفضل نهج للمضي قدما. عملية الانتقاء لا تتم مطلقا بلا خلايا، لذا من يسعى لتفسير أصل الخلايا لا يمكنه اعتماد نظرية الانتقاء، لأنها تستلزم وجود الشيء نفسه الذي تحاول تفسيره بوضوح. على الانتقاء الطبيعي أن يحاول العمل على خلية معينة فيها نظام جيني معقد وقادرة على التكاثر، وبدون هذا الأمر يصبح الانتقاء الطبيعي غير ذات صلة. التنظيم الذاتي يعني قدرة المواد الكيميائية على تنظيم نفسها بطريقة تجعل منها أشياء ذات هدف غنية بالمعلومات. والجزيئات والذرات يمكن لها أن تنظم نفسها بمعنى واحد. الملح هو أحد الأمثلة. في الملح يوجد الصوديوم وأيونات الكلورايد، وهي تتفاعل بعضها مع بعض لأنها مزودة بشحنات واجبة وسالبة. وبالتالي فإن الانجذاب الطبيعي يؤدي إلى تجمع كلورايد الصوديوم بعضها مع بعض، والذي يتجمع بشكل تصفيحي لكي يشكل بلوراً. بلورات الملح هي الشيء ذاته متكرراً مراراً ومراراً. ولو كانت بلورة الملح كتاباً لكان كتاباً من كلمة واحدة. الهندسة المتكررة بانتظام هكذا لا تحمل النوع الصحيح من المعلومات. المعلومات التي نحتاج إليها لبناء بروتين مثلاً، التسلسل الذي نراه في بروتين غير منتظم بشكل كبير. ما من وسيلة لنتوقع ما سيكون الحمض النووي التالي بناء على السابقة التي رأيتها. إذن التنظيم الذاتي الذي نراه في العالم الطبيعي هو النوع الخاطئ من عملية إنشاء البنى الغنية بالمعلومات الكثيرة في الأشياء الحية. لذا عندما نلغي احتمال الانتقاء الطبيعي والتنظيم الذاتي وندرك أن الجزيئات لا قدرة لها على التفكير أو التخطيط مسبقاً بأي شكل من الأشكال، ينتفي احتمال الصدفة تماماً. والعلماء يمقتون الصدفة كتفسير لأصل الحياة بشكل كبير جداً. الصدفة؟ إذن لما الصدفة هي خيار غير مرض؟ ربما لأن محللين كثراً أجروا حسابات ويفهمون الحواجز الهائلة أمام نجاحها. تعرف الصدفة على أنها العنصر المجهول وغير المتوقع في أي حادث ليس له سبب محدد أو دافع من أي قانون طبيعي أو عامل ذكي. منذ القرن السابع عشر ثمة أداة يتم استخدامها بشكل دائم لتوقع نتائج أحداث مماثلة. هذه الأداة اسمها الاحتمالات الرياضية.
بصورة عامة جدا إليكم كيف تعمل هذه النظرية. عندما تقلب قطعة نقدية وتقول طرة، احتمال أن تكون على حق هو 50% أو فرصة على 2. اقلب قطعتين، يكون احتمال الفوز بفرصتين 1/4. 3 قطع نقدية و3 طرة في محاولة واحدة، فرصة على 8. كل مرة نضيف فيها قطعة نقدية، احتمال النجاح في هذه الحالة كلها طرة في الضربة الواحدة يتضاءل برقم مضروب ب2. لذا إذا رمينا 10 قطع نقدية يصبح احتمال 10 طرة 1/12 أو أقل من 1 في 1000. عندما يطبق علم الاحتمالات على أصل الحياة والتكوين العشوائي للجزيئات الإحيائية، توضح فرضية الاحتمالات حدود الصدفة كعامل خلاق على الأرض في بداياتها. مثلاً، ما هي احتمالات أن يتشكل البروتين الواحد حصرياً من تفاعلات الكيمياء العمياء؟ هدفنا هو جزيء أصغر من المعدل مصنوع من 150 حمضاً أمينياً، كل منها مرصوف ليشكل سلسلة مثنية. احتسب الباحثون ذلك على الأرض في بادئ الزمن، فكان احتمال النجاح 1/10/164. أي سلسلة بروتين ذات تسلسل صحيح لكل 100 مليون تريليون محاولة فاشلة. لكن على الرغم من هذه الاحتمالات البعيدة بعدا هائلا، يقول بعض المنظرين إن مع الوقت الكافي كل شيء ممكن. حسنا، لنختبر صحة هذا الرأي. سنبدأ بصنع بيئة مثالية للتطور الكيميائي، عالم خيالي يقدم فرصة مع كل احتمالية نجاح. بداية نملأ المحيطات إلى أقصى حد بالأحماض الأمينية، مما يعني أن كل الذرات على الأرض مع كل ما تتضمنه من كربون ونيتروجين وأكسجين وهيدروجين وكبريت مجتمعة تشكل 10^41 مجموعة كاملة من الأنواع 20 من الأحماض الأمينية لبناء البروتينات. ثم سنغير قوانين الطبيعة بهدف حماية أحجار البناء هذا من أشعة الضوء ما فوق البنفسجية المدمرة والعدوى الكيميائية في طبق الحساء البدائي. والآن لنطلق العنان للكيمياء ونرى ما سيحدث. الأحماض الأمينية تبدأ بالتراص بشراسة. بحسب اختبارنا، سلسلة كاملة من 150 وحدة تتجمع ذاتياً في ثانية واحدة فقط. بما أن الأنواع 20 من الأحماض الأمينية متوافرة في معظم المواقع، هناك احتمال بنسبة 5% أو 1/20 في أن يأخذ الجزيء الصحيح موقعه في السلسلة. إن لم يكن التسلسل صحيحاً، تتدمر السلسلة فوراً ويبدأ تجمع جديد. على امتداد كوكب الأرض سيحدث 6,000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 ,
هذا يعني في 4.6 مليار سنة، أقدم تقدير لعمر الأرض، عدد السلاسل التي لا تنجز سيتجاوز 10^58. مجموع مذهل، لكن شتان ما بينه وما بين 10^164. معدل عدد المحاولات لبناء بروتين يحتوي على 150 حمضاً نووياً عن طريق الصدفة. إذن إن لم تتمكن الكيمياء غير الموجهة من إنتاج جزيئنا الذي نبحث عنه خلال تاريخ الأرض كاملاً، فكم من الوقت يلزمها؟ لنعرف الإجابة فلنذهب برحلة في السيارة. نبدأ بتشييد جسر يمتد على مساحة قطر الكون المنظور.
مساحة قدرها 90 مليار سنة ضوئية. ثم نضع أميبا عند أحد طرفي الجسر. هذا الكائن الحي الأحادي الخلية سيعبر بسرعة خيالية مساحة قدرها قدم واحدة في السنة. ها قد انطلق. في حين ننتظر تكون بروتين واحد عن طريق الصدفة، تتقدم الأميبا لأكثر من 5 مليار 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 سنة لتعبر الكون بأسره وتعود منه. لكن هذا السباق ليس إلا في بدايته. تنطلق الأميبا مجدداً وبنجاح تصل إلى أقصى الكون، ثم تعود إلى ديارها. حتى الآن ما من بروتين عامل واحد يلوح في الأفق حتى. للرحلة التالية سنزيد حمولة مدفوعة، ذرة واحدة. بعد عبورها مسافة 500 مليار تريليون ميلا أخرى، تفرغ الأميبا حمولتها وتعود لتحمل المزيد. هل ستعود قبل أن يتشكل بروتيننا المحظوظ؟ حتماً. في الواقع سوف تتم 10 جولات مستديرة، ثم 20، ف100، ف1000. وحتى الآن لا أثر لأي جزيء قابل للاستعمال. وتستمر الأميبا بجولاتها المستديرة حتى تكون قد نقلت كل ذرة على وجه الأرض، ثم بعدها كل ذرات نظامنا الشمسي، ثم كل كوكب ونجمة في مجرة درب التبان، ذرة تلو ذرة. في الواقع فيما ننتظر بروتينا واحدا حتى يتشكل ذاتيا، تمتلك الأميبا وقتا كثيرا، بحيث أنها بتقدمها قدما واحدة في السنة وبنقلها ذرة واحدة في الجولة المستديرة ستنقل الكون بأسره أكثر من 65 مليون مرة. هذا هو الوقت الذي تستلزمه الصدفة لبناء بروتين عملي واحد. والآن لنفترض على الرغم من كل الحواجز أن التطور الكيميائي أنتج بروتيننا العامل الوحيد، هل ستكون فيه حياة؟ لا، سيكون عندنا بروتين واحد، مجرد ترتيب عديم الحياة من الأحماض الأمينية. أبسط خلية حية نعرفها تتضمن أكثر من 300 نوع بروتين مختلف، لكن البروتينات مجرد جزء من الصورة الكاملة. عندما نفكر في أي خلية، تذكروا الخلية تتضمن النشويات والسكريات المركبة والأحماض النووية والأحماض النووية الريبية والدهون، مجموعة كاملة من المواد الكيميائية المختلفة التي تكون مجتمعة الحالة الحية. كل هذه الأجزاء يجب أن تعاد إلى البيئة في اللحظة نفسها. بعد ذلك يجب أن يتم جمع كل حجر بناء وتنظيمه في شبكة الآلات الجزيئية التي ستتحكم بكل جانب من جوانب الحياة. إذا كان بوسعنا أن نقدر بالضبط مدى صعوبة إنتاج آلة جزيئية واحدة فقط بواسطة الذرات والطاقة فقط لا غير، نرى أن ثمة مشكلة عميقة، لأنه حين تكون هناك آلة جزيئية واحدة لا تكون هناك حياة. هذه الآلات الجزيئية تحتاج إلى آلات جزيئية أخرى، وإن كانت الطبيعة قادرة على إنتاج كل الآلات الجزيئية الضرورية فإن ذلك لن يكون كافيا، بل يجب أن تكون كلها معا، كلها في هذه المساحة المحدودة بغشاء والمسمات عادة بالخلية. بحسب فهمي لما يستلزمه صنع الخلية، فكل شيء يحدث في آن معا، لا يمكن حدوث الأمر جزءا تلو الجزء، لأن كل شيء يعمل معا، ولأن المستوى الأعلى من التنظيم يفوق القطع. إن التنظيم الحيزي في الخلية يستلزم أن تنتهي الجزيئات في المكان المناسب والوقت المناسب،
الحمض النووي ينسخ إلى الحمض النووي الريبي على البوليميراز الذي يتولى النسخ أن يجد النقطة المناسبة في الحمض النووي ليبدأ النسخ، وعلى الحمض النووي الريبي أن يتصل بالريبوزومات التي يجب أن تكون في موقع محدد، وعلى البروتينات التي تشكلت أن تكون ذاهبة إلى مكان محدد، وهذا أكثر من أن تتحمله نظرية الصدفة. احتمال أن تتواجد في المساحة نفسها وفي الوقت نفسه أيضاً، تصبح فوق كل ما يتصوره الخيال، واحتمال أن تتواجد داخل سياج غشاء محدد كالخلية هو ثاني تعبير للمستحيل. بعد خروج نظرية الصدفة كلياً من السباق، البحث عن تفسير مادي قابل للحياة تفرع إلى اتجاهات متعددة، ومن تلك النظريات السطوح الطينية تكسوها الشقوق التي يمكن أن تنجذب إليها الجزيئات العضوية وتصطف في سلاسل من الأحماض النووية والأمينية. فتحات التهوئة المائية الحرارية في قاع البحر التي بثت أحجار بناء كيميائية من المراجل تحت المائية ازدادت حرارتها مئات الدرجات، وبالتالي امتلأت المحيطات في بادئ الزمان بالحمض النووي الريبي، وهو كناية عن جزيء متعدد الاستعمالات قادر على تخزين المعلومات الجينية وتكرارها نظرياً من دون مساعدة الحمض النووي أو البروتينات. الاقتراحات المماثلة أثارت موجات اهتمام عارمة، لكن تواجه كل منها الحاجز نفسه الذي دمر احتمال الصدفة، تحول مكونات عديمة الحياة إلى جزيئات الحياة الإحيائية المركبة. وهذه المشكلة بديهية في فرضية عالم الأحماض النووية الريبية. عالم الأحماض النووية الريبية هو تلك الفكرة أننا نستطيع ربط النيوكليوتيدات بعضها ببعض في سلسلة طويلة لتنسخ نفسها، ثم بعد نسخها تكرر الشيء نفسه. باحثو أصل الحياة يتخيلون أن الحياة الأولى لم تتكون إلا من الحمض RNA، ومن ثم شقت طريقها إلى عالم أكبر فيه بروتين وحمض DNA، ولا أحد يعلم كيف يحصل هذا الشيء. منذ ظهور عالم RNA تزايدت الآراء الموافقة على النظرية، على الرغم من محدودياتها الكثيرة وأهمها ديمومة الجزيء. من ينظر إلى جزيء RNA يشعر وكأنه سوف يتفتت. العمل RNA هو في منتهى الصعوبة، لأنه في الواقع دقيق جداً، ويقصد له أن يكون خزاناً مؤقتاً للمعلومات المهمة جداً. وكنتيجة لدقته هذه، من غير المرجح جداً أن يكون ذا فائدة كنوع من نقطة انطلاق للحياة. إذن RNA لا يمكن أن يسبق الخلية الأولى، لأنه يجب أن يكون محصوراً في بيئة خلوية كي يكون ثابتاً قابلاً للنسخ وذا فائدة. اليوم جزيئات RNA تصنع في ظروف مخبرية. بالنسبة إلى علماء كيمياء أحيائيين كثر، هذه الحبال الاصطناعية من الحمض النووي هي على الأقل تأكيد جزئي على أن تطوراً كيميائياً أشعل الحياة في بدء الزمان. إذا أردت صنع RNA في المختبر، عليك تنظيف الأسطح بالرذاذ ومسح أنابيب الاختبار وارتداء قفازات وإبقاؤه مغطاً، ثم تأمل ألا يحصل أي تلوث وألا يقضى على RNA. ثم تأتي مشكلة التسلسل التي يجب حلها، وهنا تحتاج إلى علماء يعملون بجهد كبير لرصف RNA وتجربة مركبات مختلفة وإيجاد المركب الذي يمكن أن ينسخ نفسه. إذن يجب أن يكون هناك حبل مركب من RNA يمكن أن يكون الإرثة والأنزيمة في النظام. أهم العقول في العالم تجهد بهذه النظرية، وما زالوا لم ينجحوا في فك اللغز. في تأمل حصول أصل الحياة وترتبات RNA الاصطناعي، قال عالم الكيمياء روبرت شابيرو: إن العيب في هذا النوع من الأبحاث ليس الكيمياء، العيب يكمن في المنطق. منطق أن ظروف التحكم الاختباري في المختبر الحديث كان يمكن أن تتوافر في الأرض في بادئ الزمان. الواقع هو أن العوائق أمام تكون RNA بشكل ذاتي كبيرة بحجم الكون. صنع RNA في المختبر يستلزم قدراً كبيراً من الذكاء والتبصر والتخطيط والتنفيذ بمنتهى الدقة،
لذا فإن تكون السلسلة الصحيحة من دون تفكير ومن دون سابق نية لن يحدث ذلك أبداً. واحتمال التطور الكيميائي يضعف أكثر بفعل تكوين طبق الحساء البدائي. لو كان هناك فعلاً حساء بدائي لحصلت من الناحية الكيميائية فوضى مطلقة. هناك أنواع من التفاعلات المتنافسة التي كانت لتحصل على الأرض في بادئ الزمان تتداخل مع الكيمياء التي نريدها. هذا يعني الجزيئات التي لا تستخدمها الأشياء الحية وهي في الواقع مضرة بالأشياء الحية. الظروف على الأرض في بادئ الزمان كانت معادية للحياة، إنها معادية لتكون الروابط الأساسية لصنع جزيئات بيولوجية معقدة جدا. وهنا تطورت مشكلة هائلة جدا، لأن الماء يفتت الروابط التي تثبت البروتينات. الماء يفتت الروابط التي تثبت الأحماض النووية كالدي ان اي. الماء يفتت الروابط التي تثبت السكريات كالنشاء والسليولوز أيضا. لذا أصل الحياة لا يمكن أن يكون قد بدأ من المياه. بعض العلماء الذين واجهوا تحديات لا يمكن تجاوزها على الأرض وسعوا حدود بحثهم. عام 1976 عالم الأحياء الحائز جائزة نوبل فرانسيس كريك قدم بديلاً جذرياً في تفسير أصل الحياة. اقترح كريك أن كوكبنا بذرت فيه الكائنات المجهرية المنقولة من جزء آخر من الكون على يد حضارة من كواكب أخرى. هذه النظرية سميت بانسبيرميا. بعد 5 سنوات قدم عالم الفيزياء فريدريك هويل نسخة معدلة عن البانسبيرميا. عندما خرج بنظرية أن حبال الدي ان اي صنعها ذكاء في مجرة بعيدة ثم تطايرت كما تتطاير بذور الهندباء في يوم كثير الرياح، وبعض تلك المواد الجينية بلغ الأرض. تفيد نسخة أخرى من النظرية، نظرية اكتسبت شعبيتها من صخرة المريخ وهو نيزك اكتشف في أنتاركتيكا، مفادها أن ثمة ميكروبات نشأت في مكان آخر من المجرة وانتقلت إلى الأرض معلقة بمذنبات وكويكبات. بناحية معينة يمكن اعتبار البانسبيرميا تخل عن العلم، لأنها تبعد المشكلة كثيراً عن التدقيق الحقيقي. إن كان العلم يقول لنا إن الحياة لربما لم تخرج إلى الوجود بمفردها هنا على الأرض، فلابد من أنها أتت من مكان آخر. وإن كان ما سأقوله يبدو كفيلم رعب سيء من الخمسينيات، فقد أتت من الفضاء الخارجي. إن كنت أواجه صعوبات في تشكيل حياة على كوكب الأرض، فذلك لأن المناخ المطلوب لتكونها غير ملائم جيولوجياً، أو لأنني لا أستطيع الحصول على كميات كافية من الجزيئات البيولوجية المناسبة. هذه المشاكل ستكون هي نفسها على أي كوكب آخر نفترض أن الحياة نشأت فيه. المشاكل لا نلغيها بنقل مكان الحدث إلى جزء آخر من المجرة. بيت القصيد البانسبيرميا لا تحل مشكلة أصل الحياة، بل تنقلها فحسب إلى موقع آخر. محاذير البانسبيرميا قادت بعض الباحثين إلى نظرية تفوق علم الفلك التقليدي بكثير، الكون المتعدد. بحسب هذه الفرضية، كوننا ليس الكون الوحيد، بل هناك مليارات أو تريليارات الأكوان التي نشأت عن عمليات طبيعية مجهولة. ومع تزايد الفرص بشكل غير محدود، الظروف المستحيلة باتت ممكنة. إلى أن بفعل الزمن والتركيب الصحيحة من المواد الخام والبيئة وقوانين الطبيعة وجرعة لا بأس بها من الحظ، نشأت الجزيئات والآلات البيولوجية المطلوبة لأول خلية حية. بعبارات أخرى، وسط محيط نظري شاسع من الأكوان، أحدهم ربح اليانصيب الكوني، وهو نحن. غالباً عندما أقرأ أدبيات أصل الحياة، نظراً إلى بعض الاقتراحات حول تكون لنقل RNA البروتينات،
فحتى المؤلف يقر بأنه أمر غير معقول كيميائيا. وإني أسأل نفسي كيف حشر نفسه في هذه الفوضى مذكرا بتعقيدات هذا الكون. لقد أقحم نفسه في هذه الفوضى لأن ثمة فلسفة قالت له إن هذه هي الإجابة الوحيدة المقبولة. وعند هذا الطريق المسدود أود أن أقول للمؤلف: انظر، تعرف أنه غير قابل للتصديق. السبب في أنه انتهى بك الأمر هنا أنك تحدق في عدم إمكانية التصديق هو لأنك في أسفل الطريق قررت أن وحدة التفسير المادي قد ينجح. ولكن كم تفسيرا مختلفا ثبت فشله ضمن القوقعة المادية المعروفة؟ يجب علينا أن ندرسه جيدا قبل أن نقرر. ربما يجب أن نتحرك خارج تلك القوقعة المعروفة، ربما نحتاج إلى نوع آخر من التفسير. عندما يبحث المرء في نظريات العلم المختلفة، نظريات الفيزياء، الكيمياء، نظريات تكون النجوم، تلك كلها نظريات حول العالم الخارجي. لكن عندما يتناول البحث أصل الحياة، نتكلم عن نظرية تخصنا نحن، أي المكان الذي نأتي منه، أي أصولنا، أي نظرتنا للعالم وفلسفاتنا، أي علمنا نحن. وهذه كلها علوم مترابطة، وهذا يفصل السؤال حول أصل الحياة عن كل ما عداه من أسئلة في العالم. إن العلم ليس مطلقا عن كل ما عداه ونؤمن به حول العالم. لذا فإن سؤالا ضيقا وعلى ما يبدو تقنيا مثل كيف تكون أول RNA يمكن أن ينطلق من خلال نسيج الواقع إلى سؤال مختلف مثل: أيعقل أن يكون هناك الله موجودا؟ هل الله معقول؟ أهو حقيقة ممكنة؟ إذن الحياة بكل ما فيها من غنى لم تنشأ من خلال عملية فيزيائية أو طبيعية محضة، فلا بد من وجود مؤشرات على ذلك. وأعتقد أن أصل الحياة هو المحور المركزي الذي تدور حوله مسائل كثيرة. لذا أتي إلى الطبيعة كائنا بشريا فضوليا وأقول: ما الذي أراه من مؤشرات الذكاء العادية اليومية؟ هل أراها في الحياة؟ والإجابة هي أجل، أراها في الوفرة. إن ما نراه في الأنظمة البيولوجية هو تحفة فنية، إنها جميلة أنيقة، وكلما تعمقنا في معرفة علم الأحياء ازداد التصميم لنا وضوحا. عندما بدأت في التصميم الذكي كان هناك أشخاص يكتبون لي تعليقات على الإنترنت: لقد تخرجت من MIT وارتدت جامعة واشنطن ثم تبعت الدكتوراه في هارفارد، وكأنهم يقولون لقد كانت ذكية، ماذا أصابها؟ في الواقع إن المادية تحجب العلم بالستائر، فيفوتنا ما هو الأكثر أهمية في الحياة. لذا أظن أننا في زمن مثير جدا كي نكون علماء، لأن هذا يمنحنا الفرصة كي ننظر إلى الأمور برؤية جديدة. إن الذكاء يساعدنا بشكل فائق إن كنا نبحث عن إطار تفسيري لأصل الحياة يتماشى مع ما نراه في الطبيعة كل يوم. الطبيعة تبدو لنا مصممة بشكل ذكي، الحياة تبدو مصممة. تصميم وذكاء وهما يشرحان أشياء كالمعلومات التي نجدها داخل الخلية. ليس هناك أي شيء سحري في الكائنات الحية. أنا عالم ولا أؤمن بالسحر أبدا، ولكن أؤمن بآليات وأسباب كافية جدا لتحقيق الظواهر التي أراها أمامي في كل يوم من الأيام. إن الذكاء كاف حقا، إن الذكاء هو أساسي جدا، وبالتالي الذكاء هو الخلاصة التي أتوصل إليها.
أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا. لقد كان مثيرا جدا أن أكون جزءا من مشروع يصل مباشرة إلى قلب الأسئلة الكبيرة التي تؤثر بعمق على نظرتنا إلى العالم على مستويات عديدة جدا. كيف بدأت الحياة؟ أيمكن للتفاعلات العمياء بين المادة والطاقة أن تنتج أولى الخلايا الحية؟ أم أن الحياة لا تفسر إلا على أنها خلق الله المميز والفريد جدا؟ على مدى السنوات 30 الماضية، تكنولوجيات هائلة أتاحت للباحثين اكتشاف رؤية الشبكة المركبة للآلات لكل خلية حية في الحياة. هذه المعرفة أوحت بتطوير حالة علمية ملزمة جدا للتصميم الذكي وأصل الحياة الأولى. إنها حالة مبنية بشكل كامل على البراهين والعقل والمنطق. الآن نود أن نشارككم فيلما قصيرا يشرح المبادئ الأساسية لهذه النظرية التي في يوم ما قد تحدث ثورة في طريقة مزاولة العلم وتعليمه وفهمه حول العالم.